نعود نحكيه في السجائر التونسية لتقريب قلنا في حدود مليار علبة سنويا بين سجائر محلية وأجنبية وسجائر أخرى متأتية عبر الكونترا متأتية عبر التهريب. فما مشاكل كبيرة مطروحة في هذه الناحية. وقت اللي نحكيه على السجائر التونسية يظهر لي نحكيه على الليجيخ معناتها والكريستال وفماش حاجة أخرى. 20 مارس دولي بيان سور، وعندنا 20 مارس فضي بسوقوه بروشينمون بيانتو إن شاء الله. بالنسبة للسجائر الأجنبية شنو هو المرخص وشنو هو كونترا؟ بالنسبة للسجائر التونسية والأجنبية الموجودة قدامكم واللي هي تمثل معناها الموجودة في القائمة الرسمية نتاعنا، ما عندناش منها مواد معناها في متأتية من الكونترا، مواد متأتية من التهريب، هي مواد معناها مجهولة المصدر وغير مرخص بها، ما تلقاهاش في المحلات نتاع بيع تبغى تلقاها عند الحماسه واصحاب اللي يبيعوا في المحلات تاع الفواكه الجافه. على ذكر الحماسه، احنا قلنا انه صدر قانون للترخيص ببيع السجائر في الفضاءات الكبرى، لكن الحاجه هذه تجمدت ووقفت والدخان مش موجوده في المحلات والاحتكار مازال ضارب ومتواصل وهو ما يطرح اكثر من سؤال، وين المشكله؟ بالنسبة لموضوع المساحات التجارية الكبرى هي كان حل من حلول لتنويع مسالك التوزيع. صدر أمر حكومي في شهر أفريل 2021 ينص على فيه فقرة تنص على المحافظة على حصص أصحاب الرخص اللي هو الشريك نتاعنا وهمزة وصل بيننا وبين المستهلك وابرام عقود لتزويد المساحات هذه. بون صارت معناها دي بوليميك على الموضوع هذا، حاليا موقف التوزيع وما وزعناش نحن كوكاله، ما وزعناش السجائر، واقف الموضوع هذا. دونك وقع البت فيه نهائيا، مازال ما نشوف. علاش واقف؟ على خاطر صارت احتجاجات، صارت احتجاجات، والا المحتكرين اكبر من الدوله، والا الناس المتمعشه في المجال هذايا عملتهم الكل باش يتوقف القانون هذا، ولا ما فماش حل اصلا؟ هو قلت لك كان حل بالنسبه ما هو طرح الموضوع من سلطه الاشراف، كان حل من حلول لتنويع مسالك التوزيع. دونك صدر الامر الحكومي من بعد صارت احتجاجات من اصحاب الرخص اللي عملوا تنسيقيات والغرف تجار الطبخ، معناها قال لك معناها ندوا، يقول لك العمليه هذه باش نقسم لهم من هامش الربح نتاعهم. دونك وقف الموضوع، تو حاليا موقف على وقف معناها الموضوع باش ما نزودوش المساحات وكهو، هذا هو معناها نجم نفيدك بيه، سينو حاجات اخرى تتجاوز. الوكاله الوطنيه للتبغ والوقيد، عندكم مشكله في الانتاج؟ يعني نجم يجي متزود ويطلب سلعه وما يلقاهاش؟ لا ما عندناش، نحن عندنا قاعدين ننتجوا، معناها المنتوجات كما حكينا قبيله متوفره، قاعدين نرفعوا في الانتاج، ولي بريفيزيون نتاعنا تاع سنه 2021 رفعناهم على مستوى السجائر المحليه وعلى مستوى السجائر الاجنبيه للاستجابه لطلبيات السوق في حدود 80-90% ان شاء الله في السنه المقبله هي سنه 2022. بالنسبه للحاليه المنتوجات متوفره، قاعدين نلبيو في كما فسر لك زميلي 450 كردونه تخرج يوميا، مش معناها بالنسبه للجير عندك هذيك 450 450 معناتها تخرج من البوان هذي، من البوان هذي. اعطيني لي بوان الاخرين وين معناتها وبقداش الكونتيتي نتاعهم تقريبا؟ هي نفس الحصه، حس تزود اسبوعيه هي في المراكز التوزيع الكل. نحن عندنا بالنسبه لمراكز التوزيع عندنا 4600 متزود، وفي القباضات الماليه اللي وزعوا فيها عندنا 2900 متزود، معناها عندنا 7500 متزود في المنطقه الشماليه مرجع نظر الوكاله. 7900 متزود، 7500 بالنسبه 7500 وكل واحد تقريبا كردونه، كل واحد تقريبا معناتها 500 باك وليجيخ هكا ولا؟ نعم اي اي 5 4، قلنا 7500 متزود، 4600 في مراكز توزيع و2900 في القباضات. يتحصلوا على بالنسبه لمراكز توزيع في 500 بالضبط، هذيك مضبوطه 500، بالنسبه للقباضات توزيع بالشمال اقل شويه، نعطيهم 350 400، خاطر مش فرد عدد المتزودين، اكثر عدد متزودين هو متمركز في مراكز توزيع في تونس الكبرى، عندنا ما بين 450 حتى 700 متزود. في المناطق الشماليه تختلف، معناها يختلف عدد المتزودين من 100 ل 180 متزود اقل، دونك نعطيهم اقل شويه 350 400 باكو ليجير. نحكي عن نوعيه بيان سور اللي اكثر طلب اللي هي الفي ام جي.
توا كي نحكيو بالكونتيتي هذه معناتها تقريبا على نص مليون علبه سجائر تضخ، هي وين ماشي؟ هو ما فماش في السوق. اي كي تحسب انت 7500 معناتها فوا 500 اي اسبوعين وين تمشي؟ والله تمشي. نحن بالنسبه لي نحن دورنا هو تزويد اصحاب المحلات اللي عندهم رخص وهما يفوتوا فيهم فما متزودين يكريوا الرخص نتاعهم، دونك يفوتوا فيهم الحماسه، يفوتوا فيهم يجيو فما ناس تجي تنتسب قدام القباله يتسموا الدوره جايه حياتي يحاولوا يكريوا الرخص، دونك كل واحد يمرجي اللي شرى الكميه هذيك يبيعها الاول يبيعها الثاني، دونك ما دخلت المستهلك النهائي كان في الحدود هذيك نتاع 5000 5500 6 دينارات، وذاك علاش الاسعار تلقاها مرتفعه من المظاهر الاحتكاريه هذيا والمضاربه. الحقيقه معناتها كي نجيو نعملوا كونترول احنا لهنا ونوريو كيف يباع المجال تاع السجائر نتاعكم في تونس، نلقاو معناتها الامور توا لهنا باينه واضحه، معناتها شكون ياخو كيفاش ياخو بطاقته كذا، الحلقه الضعيفه وين؟ والله هي فما زوز حلقات مش حلقه بركه، الحلقه الاولى ضعيفه هي في مسالك التوزيع، نحن كما قلت لك التوزيع نتاعنا فيه 9 مراكز مرجع نظر تابعه للوكاله فيها كما تشوف بيرسونيل تاع الوكاله، ونحن اللي نحدوا الحصص. بالنسبة للمناطق الشمالية اللي فيها 2900 متزود نحن نوزعوا في القباضات، ما فيهاش كوتا، يبيعوا مرة بركة في الأسبوع، مش كيما نحن نبيعوا معناها حسب حصة أسبوعية ويقع معناها تزود حسب طلبياتهم حسب الأسقف الموجودة. هذه معناها واضح. يعطيك الصحة. نكملوا الريبورتاج نتاعنا. سجائر مجال غامض في جزء منه، والرخص واسناد الرخص وكيفية التوزيع، من المستفيد ومن المتضرر؟ أكيد المستفيد هما المحتكرين والخارجين عن القانون، والمتضررين هما المواطنين اللي قاعد يشري في بكو دخان يلقى السعر متاعه مضاعف، ودائما الرقابة تبقى الحلقة الأضعف. إن شاء الله التجارة تتلافى هذا الضعف في القريب العاجل.